وهذا خطاب أبناء الخط الصدري، فاسمعوا. فنهيب بجميع أبناء الشعب أن سماحة سيدنا القائد المجاهد مقتدى الصدر دام عزه قد أوعز بتشكيل سرايا السلام وبصورة قد رسمتها أنامله الشريفة لكل تابع بإحسان ومخلص حرص على سمعة آل الصدر، دامت ألطافهم وسأسردها على شكل نقاط يحتوي برنامج تلك السرايا. وبعد كل نقطة يردد أبناء الشهيدين الصدرين نعم نعم للسلام، تأييدا لما خطته أنامله الشريفة دام عزه. أولا بأن سرايا السلام شجاعة ووئام، مدرعة للإسلام، محبة وسلام. نعم نعم للسلام. ثانيا بأن سرايا السلام حامية للمساجد والعتبات، للكنائس والمقدسات، للإنسان والحرمات بما فيها من سلام. نعم نعم للسلام. ثالثا بأن سرايا السلام منظمة مرتبة، خلوقة مؤدبة، ناطقة مهذبة، يعلوها جميل السلام. نعم نعم للسلام. رابعا بأن سرايا السلام رحيمة بالمؤمنين، عطوفة على المسلمين، لا ترهب المدنيين لما تحمله من سلام. نعم نعم للسلام. خامسا بأن سرايا السلام شديدة على الكفار، مرهبة للفجار، مرعبة للدواعش الأقذار، كما هو إنصاف السلام. نعم نعم للسلام. سادسا بأن سرايا السلام تابعة فقط للصدر، تشد بحسين الظهر، تفخر بعباس الفخر، تنادي بإمام العصر، فهي للحق سلام. نعم نعم للسلام. سابعا بأن سرايا السلام لا تقبل الإشاعة، لا تفرق الجماعة، لا تعرف إلا الطاعة، صانعة للسلام. نعم نعم للسلام. ثامنا بأن سرايا السلام قهارة بالقهار، عزيزة بالجبار، غفارة بالغفار، عابدة لله السلام.